مهدي جديد داك الاخير حقق واحد النجاح خليتي في قلبي جرح. كان معك مهدي منيار، كيفاش دخلتي معك مهدي منيار في الكليب؟ ماشي دخلته هو مهدي منيار، بعدا صديق تعرفنا على اترافير دي زارتيست وداكشي، ولينا كنتلاقاو داكشي. دونك جات الفكره من عنده، اختار عليا باش يكون معايا في شي عمل ديالي. وانا ديك الساعه كنت كنوجد في خليتي في قلبي جرح، فما ترددتش باش نعيط ليه وهضرت مع الدراري باش يديروا سيناريو فيه المهدي وداكشي. والحمد لله كان حتى هو كان فاق الخير عليا ولقات النجاح اللي كنت كنتمنى. الحمد لله. طرح البارح فيديو كليب، واش انت السبب انه يدخل العالم الفني؟ ماشي انا السبب، انا اللي لحنت لي الاغنيه، لان مهدي بهذه الاغنيه هذه شفت فيه بغى يحفز الناس، بغى يحفز الدراري اللي بغاو ينجحوا، الدراري اللي اي واحد. كيف ما انا واحد النهار كنت كنتسنى شي واحد يحفزني بحال مهدي، فما ترددتش باش نعاونه، والله يسهل عليه والله يجيب ليه كل حاجه فيها الخير يا ربي. شفتي حاجه مع مهدي العام وحققت واحد النجاح في ظرف واجب؟ ما ندمش معاك الحال؟ لا لا بالعكس انا وحاتم راه اكثر من الخوت، وحاتم كان معايا في التسجيل ديال خليتي في قلبي جرح، كيفما انا كنت معاه في التسجيل ديال الاغنيه اللي لحنت ليه اللي هي بلا عنوان. دونك انا وحاتم اصحاب وعندنا تقريبا نفس الافكار وكنفكروا بنفس الطريقه تقريبا. دونك ما ندمتش، لان عطيت اغنيه من قلبي لواحد الصوت اللي كيستاهل كل خير. وكيف ما شفتوا الاغنيه غادي لي مزيان، الله يسهل عليا يا رب. سؤال اخر، شنو مواقع التواصل الاجتماعي ضجت على الشباب اللي مطلوبين؟ ما وصلتنيش الدعوه، ملي توصلني الدعوه ديك الساعه انا غادي نقول لك الجواب، ما عرفتش صراحه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.